أنا محمد إبراهيم بحاش، عمري 9 سنوات، كان عندي السكري قبل 4 سنوات سكري أطفال، عندي إخوة وأخوات، 2 إخوة وأخت. أنا بحب ألعب سلة. ليش بتحب هدول الهوايتين؟ لأنه بحركوا الجسم كثير، يعني بحركوا الإيدين والإجرين، والسباحة يعني بتخليني يبقى عندي نفس كثير. محمد من البداية هو جدع ذكي ما شاء الله، يعني ذكاء من ربنا الحمد لله، حتى لو من قبل السكري، يعني إنه الولد فصح وعنده بلقط بسرعة وبيحفظ بسرعة ومستعد يقعد مع ناس وإله شخصيته. كانت الدكتورة تشرح لها، أنا بكيت معهم وفهمت كل إشي وفهمت يعني عرفت وصرت أسأل. أتعلمت أنا وياه من أول درجة، أساس إنه أنا وياه نستمر بالحياة في بساطة، ما نستصعبش. أعرف إني أدشره يوم من الأيام يروح نصاحبه وينزل يطلع في المدرسة، مثلا تدريب سال، تدريب دورة أو أي شيء، فأنا مش طول الوقت أظلني معاه. في حياته اليومية لمحمد، يعني هل محمد بتلقى عناية معينة أو مساعدة معينة؟ يعني هل بحاجة لحدا يضل مراقبه 24 ساعة؟ إنه بده عناية وبده مراقبة، هو بده، بس بنفس الوقت هو بيعرف، بيعتمد على نفسه بكل إشي، بالمضخة، بالفحوصات، بيعرف بالأكل، بيعرف يحسب كداش نشويات وسكريات في الوجبة. لازم أفحص إذا بحس حالي واطة أو عالي، وإذا ولا واطة ولا عالي برضو بفحص مشان أعرف إذا عندي إشياء، وإذا عندي واطة يعني بشرب تروبيت أو عصير، وإذا عندي عالي بحط أنسولين طوال. جوات الأهل زي ما قلت إنه بيعكس بتصرف الولد. أول مرة عائق يبكى السكري، ولا مرة تعطوه إنه عائق إنك أنت بتعرفش تلعب ترمح، فهيش مش راح يقدر إنه يفوت جامعة، إنه يفوت يعمل امتحانات. أعطوه يتخذ قراراته بكل إشي، بأي إشي. 2 3 بس أكبر حلمي أصير مهندس، لأنه أنا بحب المهندس، وصلي وأنا صغيرة بفكر فيه، وجابالي يعني أهندس بيوت ودور، جابالي أعمل يعني عمارات. وكداش بتشوف إنه خلال النهار يعني شو الأشياء اللي بتستصعبها؟ إنه أنا أرمح تندب المشيفة مشان ما فيش كليبس، أنا تندب بوقف وبحطها، يعني إذا بتدرب بوقف التدريب وبحطها، أو إذا بتسابق بوقف وبحطها، يعني بذيك نايلش. يعني بس الجهاز نفسه بدايكك، أما أنت بدايكش ولا إشي تاني؟ بتضايقش إنك أنت بتفحص 10 مرات بالنهار أو بتاخذ إبرة أنسولين؟ نعم. يعني أنت بالنسبة لك هاد كل إشي عادي؟ طيب شكراً لك.